السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث سنتعلم كيف نصنع غرزة جميلة جدا على هذا الشكل. هذه الغرزة تسمى الغرزة المغربية، ونستغلها في صناعة أشياء كثيرة جدا جدا، مثل المفارش، الوسائد، الإكسسوارات، الملابس، وأشياء كثيرة جدا جدا لروعتها وجمالها. تابعوا معي الحلقة إلى نهايتها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي لأعطي المزيد ثم المزيد. أبدأ على بركة الله بغرزة إبرة كروشيه، عفوا، رقم 3 وخيط مناسب لها. أبدأ ب33 غرزة سلسلة. صنعت 33 غرزة سلسلة. أترك الغرزة هكذا كبيرة كي لا تنفك من بعد، وأبدأ بخيط أو لون آخر. سأشتغل بلون واحد فقط، أنتم يمكن أن تشتغلوا مثل هنا، ألوان كثيرة تعطي جمالية أكثر. أنا سأشتغل فقط بلون واحد كي أظهر لكم الطريقة. نبدأ من هنا، من هذه الجهة، ليس من هنا، لذلك يجب من نبدأ من هنا عفوا لذلك يجب أن نترك هنا شيء كي لا ينفك من بعد. نبدأ بغرزتي سلسلة. أولا نربط الخيط جيدا، ثم نصنع غرزتي سلسلة. واحد، واحد، اثنان، ثم غرزة عمود في نفس غرزة السلسلة. هنا غرزة عمود واحدة، ثم الغرزة الثالثة. الآن سنصنع 3 غرز سلسلة. سنترك 5 غرز هنا، عفوا نترك 4 غرز سلسلة ونشتغل في الخامسة، ونصنع غرزة عمود هنا، ثم 4 غرز أعمدة أخرى، يعني في النتيجة 5 غرز أعمدة كي نحصل على غرزة غرزة المروحة. غرزة المروحة كما ترون هنا، ثم نصنع مرة أخرى 3 غرز سلسلة. نترك هنا 4 غرز سلسلة فارغة ونشتغل في الخامسة. نصنع مرة أخرى غرزة مروحة ب5 أعمدة. نستمر بنفس الطريقة، نترك دائما 4 غرز سلسلة فارغة ونشتغل في الخامسة، ونصنع غرزة مروحة بنفس الطريقة، فيها تقريبا 5 غرز من غرز الأعمدة. في النهاية
اصنع فقط 3 غرز أعمدة بدل 5 واقطع الخيط. الآن سندير الشغل هكذا ونشتغل بالأبيض. نصنع غرزتي سلسلة إلى 3 غرز سلسلة، ثم نصنع هنا غرزة نصف عمود، ثم أصنع غرزتي سلسلة، ثم في هذه الغرزة هنا قرب غرزة الصدفة أدخل الإبرة على هذا الشكل وأخرجها من الوراء وأسحب الخيط بهذه الطريقة وأسحبه للفوق قليلا، ثم أخرج الخيط من كل الغرز. عفوا، أدخل الإبرة في هذه الغرزة وأخرجه من الوراء ثم أسحب للفوق، أسحب للفوق قليلا ثم أصنع غرزة عمود. عفوا، هكذا ثم غرزة سلسلة واحدة، ثم في هذه الغرزة قرب غرزة الصدفة مرة أخرى أدخل الإبرة على هذا الشكل وأخرج الخيط وأسحب للفوق، ثم أصنع غرزة عمود أخرى. أصنع غرزتي سلسلة ثم غرزة الحشو وسط بالضبط في وسط غرزة الصدفة، أخرج الخيط بهذه الطريقة، أصنع غرزة حشو ثم غرزتي سلسلة، ثم أستمر بنفس الطريقة دائما قرب هذه الغرزة هنا أدخل الإبرة وأخرج الخيط كذا وأسحب فوق، ثم ألف الخيط حول الإبرة وأصنع غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود هنا مرة أخرى في هذه الغرزة قرب غرزة الصدفة، أسحب الخيط إلى فوق وأصنع غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة حشو هنا وسط غرزة الصدفة، عفوا غرزة المروحة ليس غرزة الصدفة، ثم غرزتي سلسلة، ثم هنا مرة أخرى قرب غرزة المروحة أخطئ دائما عذرا، ثم أسحب الخيط فوق وأجره وأصنع غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم قرب غرزة مروحة هنا أدخل الإبرة وأخرج الخيط إلى فوق، أصنع غرزة عمود بهذه الطريقة، ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة حشو وسط بالضبط وسط غرزة المروحة، غرزتي سلسلة، غرزة عمود نصنعها هنا لكن ندخل الإبرة هنا دائما من الوراء، أخرج الخيط بهذه الطريقة وأسحب للفوق، ثم أصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة مرة أخرى وغرزة عمود بنفس الطريقة، أخرج الخيط من الوراء أسحب للفوق وأصنع غرزة عمود، غرزتي سلسلة، ثم هنا وسط غرزة المروحة أصنع غرزة حشو كما ترون. أتمنى أن يكون الشرح واضحا والصورة واضحة أيضا. استمر غرزتي سلسلة
ومرة أخرى هنا قرب غرزة المروحة نصنع غرزة عمود بهذه الطريقة. أجر خيط من الوراء، أجر الخيط وأسحب لفوق وأصنع غرزة عمود. وفي النهاية في جانب هنا، لأن هنا هذه الغرزة صغيرة تقريبا 3 غرز أعمدة، يعني الوسط هنا في النهاية أخرج الخيط وأصنع غرزة حشو، ثم أقطع الخيط بهذه الطريقة. كما ترون هنا بنفس الطريقة أكمل باللون الوردي. أنا تعمدت أن أشتغل بلون واحد كي تروا النتائج، يعني بطرق مختلفة ترون كيف تظهر هذه الغرزة بلون واحد، أي بلونين عفوا، الأبيض والوردي، وهنا بألوان كثيرة. تعمدت حتى يظهر لكم. المهم الآن نشتغل باللون الوردي بهذه الطريقة. هنا سنربط الخيط هنا في الجانب، بالضبط في جانب الطرف، نربطه جيدا، ثم هنا داخل غرزة فوق بالضبط غرزة الحشو، نصنع هنا غرزة سلسلة ثم غرزة حشو. أصنع 3 غرز من غرز السلسلة، ثم هنا في الداخل نصنع غرزة المروحة. أصنع 3 غرز من غرز السلسلة، ثم هنا بالضبط هنا غرزة مروحة أخرى. مرة أخرى 3 غرز من غرز السلسلة، وهنا نصنع غرزة مروحة أخرى. ثلاث غرز من غرز السلسلة مرة أخرى، ونستمر بهذه الطريقة إلى النهاية.